أستاذ صالح، إذا ما أردنا أن نختم بالدور التركي، روسيا تذهب لتأخذ قطعة من الكعكة الإفريقية، أمريكا تريد أن تحتفظ بنصيبها، فرنسا تخشى من أن جزءها ربما ينهب، إيطاليا الآن تسحب جزءا من جنودها في قواعد عسكرية في النيجر من أجل إرضاء الإنقلابيين بشكل أو بآخر، من أجل اقتسام جزء من الكعكة. هل تركيا باعتبارها دولة إسلامية وامتداد طبيعي لهذه الدول الإسلامية تستطيع أن تتدخل، أم أنها ستنأى بنفسها عن هذه الصراعات؟ بالنسبة لتركيا، يعني في إفريقيا لها قواعد عسكرية في الصومال كما نعلم، وأيضا لها امتدادات ثقافية في بعض الدول الإفريقية، هناك جمعيات خيرية تركية، وأيضا قواعد عسكرية تركية في ليبيا أيضا، وهي في المنطقة الهامة من إفريقيا. الأتراك حقيقة عملهم منسجم مع توجهات حلف الناتو، لا تنسى عسكريا أن تركيا هي دولة من أعضاء حلف الأطلسي أو حلف الناتو، لذلك هناك فرق أيضا حتى بالمصطلحات السياسية بين دولة إسلامية ودولة مسلمة. تركيا دولة مسلمة وليست دولة إسلامية، بمعنى أنها دولة مسلمة، الشعب مسلم، أما المنهج المطبق والمنهج الديمقراطي الغربي بتجلياته المختلفة، ولذلك أعمالها هي منسجمة مع الحلف الذي تنتمي إليه وهو الحلف الغربي. ولكن أيضا يعني ما تقوم به تركيا نريده نحن كمسلمين أن يمتد أكثر وأكثر، عسى أن تتهيأ الظروف لأجل أن تعود هذه الأمة إلى هويتها وتنقلب هذه القوى والقواعد الموجودة في العالم خارج تركيا إلى حالة تفيد الأمة الإسلامية فعليا. وتركيا أمريكيا ألا تعتبر تركيا وكيلا أفضل من فرنسا على هذه الشعوب الإفريقية وأفضل من روسيا؟ لا شك بالنسبة لأمريكا أيضا، يعني نحن بنعرف أمريكا متى دخلت في المعترك السياسي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، بعد الحرب العالمية الثانية. قبل الحرب العالمية الثانية أمريكا ليس لها وجود سياسي في العالم. دولة الجزائر الولاية العثمانية كانت أمريكا تدفع الجزية للجزائريين لولاية الجزائر العثمانية لأجل مرور بواخرها من البحر الأبيض المتوسط، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية جاءت على حساب فرنسا وبريطانيا. ولو راجعت كتاب مايلز كوبلاند لعبة الأمم لرأيت الصراع الأمريكي الإنجليزي على النفوذ في مصر. من الذي قضى على النفوذ الإنجليزي في مصر الذي كان يقوده فاروق؟ قضت عليه المخابرات الأمريكية من خلال جمال عبد الناصر وما يسمى بتنظيم الضباط الأحرار. من الذي قضى على النفوذ الإنجليزي في سوريا؟ معروف أن الإنجليز الحقيقة ساعدوا في دحر فرنسا من سوريا، الذي ساعد أيضا على دحر النفوذ الإنجليزي هي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مشروع الوحدة مع مصر، ثم أنهوا هذا المشروع الوحدوي لأنهم لا يريدونه أن يستمر، وإنما هو شماعة لأجل تثبيت النفوذ الأمريكي في بلاد الشام ومصر. إذن الصراع في أفريقيا هو صراع أمريكي مع الدول الأوروبية بالخفاء، لكن هم إذا اقتضى الحال واختلفوا مع روسيا فهم في صف واحد رغم صراعهم ضد روسيا، لأن روسيا تشكل خطر استراتيجي على أوروبا وأمريكا. أستاذ صالح فاضل صالح المحلل السياسي، أشكرك على التواجد معي في هذه الحلقة. شكرا الكرام. إذن يبقى السؤال، ماذا لو فقدت فرنسا يورانيوم النيجر؟ نترك لكم الإجابة. المنتصف ما زال مستمرا، ولكن بعد هذا الفصل فابقوا معنا.